اكتشفت ان هي وبنتها اسمها منة ماشيين، بتلاقي ده الباب اللي بندخل منه للكعبة، طيب الاتصال قطع له. ان احنا الباب اللي بندخل منه للكعبة، اولا الكعبة هي قبلة المسلمين، صحيح. وبعدين سيدنا النبي كان بيصلوا الاول ناحية بيت المقدس، هو كان يبص كده للسماء كده ربنا ونفسه سبحانه وتعالى يوم ربنا يقول لحبيبه ومصطفاه نزل اللي آياته بقى، اللي اداله صفات من صفاته وهنقولها دلوقتي، يوم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب انا ما اكون هنا ناحيه القبله، طب الباب اللي انا بخش للكعبه، الكعبه اللي ربنا قال ومن دخله كان امنا، الكعبه اللي هي اول بيت وضع للناس، أو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، صحيح، اللي هو بيت الله الحرام. يبقى ما أشوف إن أنا وربنا قال ومن دخله كان آمنا، يبقى إذن هنا أمن وأمان، وربنا قال ليشهدوا منافع لهم، إذن نشهد منافع لهم، وإذن هي استجابة دعوة الحجاج والعمر وفد الله إن دعوه أجابهم من استغفره غفر لهم. يعني بداية الحلم كده حتى لو ما كملش طبعا خير إن شاء الله.